اول كويتشن هنا معايا بيقول لي the measure of the exterior angle of a equilateral triangle. ده السؤال اللي بيوقع ايه، لان في ناس ممكن يقول لك ايه the measure of the interior angle، يعني ما بياخدش باله. فهنا بيقول لك انا عايز the measure of the exterior angle of the equilateral triangle. احنا عارفين طبعا ان equilateral triangle بيكون عنده 3 angles والثري سايدز هنا بيكونوا ايكوال، وكل انجل منهم هنا او الانتيرور انجل بيكون ايكوال 60 ديجري. هنا بقى جه قال لك انا عايز الميجر الاكستيرور انجل اللي بره ديت. فطبعا احنا عارفين ديت بتكون اون ذا سيم ستريت لاين بيكون ايكوال 180. 180 ماينس 60 هتكون ايكوال كام؟ 120 ديجري. فالميجر الاكستيرور انجل دي ب 120 ديجري. طب خلي بالك ان هو ممكن يجي يقول ممكن يجيب لك الكلمه دي جامعه، يجي يقول لك exterior angles exterior angles، قصده هنا بقى على كل ال 3 angles دولت اللي هم ال exterior. في الحاله ديت هتقول له هنا 360. وعلى فكره ال exterior angles لاي بوليجون بدايه من عند triangle زي مثلا عندك الكوادراترال، عندك مثلا pentagon، الهيكساجون، الهيبتاجون، الاوكتاجون، اي بوليجون ال exterior angles بتاعته كلها من بره ب 360. الاكستيرور انجلز بتاعته كلها ب 360. ده سؤال انت اخدته في بريب 1. نمبر 2 هنا بيقول لك the length of the side opposite to the angle of measure 30 in the right angle triangle. فهنا هيكون ايكوالز لايه؟ طب تعالى نرسمها كده. بيقول لك right angle triangle. Right angle triangle اهوت، وفي انجل هنا ب 30. قلنا لما تلاقي في انجل ب 30 يبقى الاوبوزيت سايد ده ايكوالز الهاف الهايبوتنس. يبقى الاوبوزيت سايد او سايد اوبوزيت هيكون ايكوالز هاف ذا هايبوتنس. هاف ذا هايبوتنس. ذا بوينت اوف انترسكشن اوف ذا ميديان اوف ذا تريانجل ديفايد اتش ميديان ان ذا ريشيو 1 تو 2 فروم، هيكون هنا فروم طبعا ايه ذا بيس. From the base 1 to 2 بيبدأ هنا بالسمولر 1 to 2 from the base، ولو جه قال لك هنا 2 to 1 هيكون from the vertex. هيكون from the vertex. The length of the median drawn from the right angle in the right angle triangle. ساعات الرسم سهل لك سهل لك المسألة. يعني لما يكون عندك هنا right angle triangle اهوت. هو اللي قال هنا right angle triangle. بيقول لك the length of the median، يبقى الميديان هيطلع منين؟ من عند الفيرتكس. بيكون ايكوالز هنا ايه؟ هيكون ايكوالز هاف برضو هاف ذا هايبوتنس. السايد ده الميديان دي بيكون ايكوالز الهاف الايه؟ الهايبوتنس. ان ترينجل اي بي سي اف الاي بي ايكوالز الاي سي ميجر انجل اي 40 ديجري ميجر انجل سي ارسم اي P C. وقال هنا ان ال AB equals the AC measure angle A 40، فانا عايز measure angle C. هنعمل ايه؟ طبعا المسألة حل نفسها، لان انا عندي هنا ده isosceles، فال measure angle C equals the measure angle B. فاقول له هنا 180 minus ال 40 هيكون equals 140. ما تجريش لسه، ال 140 ديت يعتبر measure angle B و measure angle C. هنا divide ال 2 هيطلع لك في الاخر بكام؟ 70 ديجري. يبقى ميجر انجل سي ب 70 ديجري. هو ممكن تتحل من غير الرسم؟ اه طبعا ممكن. ازاي يا مستر؟ هنا بيقول لك الاي بي ايكوالز الاي سي، شيل المتشابه بقت البي ايكوالز السي. طب هنا قال لك انا عايز هنا وجايب لك هنا الاف 40، خلاص بقى. يبقى انا اقول له هنا 180 ماينس ال 40 اللي يطلع نعملها ديفايد 2 عشان ديت. ان ترينجل اي بي سي ارسم اي بي سي. قال لي هنا ان الاي دي از ا ميديان اهوت، تمام. وقال لي ان الاي دي ديت اللينس بتاعتها ب 6 سنتيمتر، يعني اللينس بتاعت الميديان ده كله على بعضه ب 6 سنتيمتر. والام از انترسكشن بوينت او از ذا بوينت اوف ذا انترسكشن اوف ذا ميديانز. فالام ايه بكام سنتيمتر؟ عايز اللينس بتاعتها بكام سنتيمتر؟ بص احنا اخدناها في حصص الشرح والحل والكلام ده بطريقه، وبرده ممكن اديك طريقه ثانيه.
لو لقيتها سهله بالنسبه لك يبقى حلو قوي. خلاص ما لقيتش سهله، ما لقيتهاش سهله خلاص، ما فيش مشكله، ما فيش مشكله. طب ناخد الطريقه الاساسيه اللي احنا كنا بنشتغل عليها. هو عايز اللينس بتاعت الام اي، كنا بنقول اللينس بتاعت الام اي كنا بنعمل باور ملتي بلاي وايكوال، والريشيو كنا بنكتب الريشيو بتاعت الام اي اللي هي درون فروم الفيرتكس، فدايما الريشيو بتاعتها هتكون ايكوالز ل 2 ملتي بلاي. تمام، ملتي بلاي ايه؟ ملتي بلاي مثلا اللي هو السم اللي جايبها لك هنا، او اللينس اللي جايبه لك رب 6. ال 6 دي يعتبر لينس مين؟ الاي دي. يعتبر لينس مين؟ الاي دي. الاي دي اللي هي الميديان كلها على بعضها اللي هي الريشيو بتاعتها بكام؟ ب 3. هتكون 6 ديفايد 3 ايكوالز 2، 2 باي 2 ايكوالز 4 سنتيمتر. واحد يقول له يا مستر انا بعيدا عن اللي انت بتعمله ده، انا ممكن احلها بالمنتال عادي، مفيش اي مشكله، انا معاك. طب انا، طب انا ممكن اقول لك على طول دلوقتي قشطه كده بالعين كده تطلع اللينس، بس احنا بنكتب الستيب ديت في الايه؟ في البروف. هو عايز يشوف ديت، هو عايز، هو عايز يشوف الريشيو وانت بتعملها تايمز اللينس اللي جايبها لك عشان في الاخر تطلع اللينس بتاعت الريكوايرز اللي هو مثلا الام اي بكام؟ 4 سنتيمتر. اما ما ينفعش ان انا اقول في البروف بالمنتال كده اقول له ايكوالز الام اي 4 سنتيمتر من غير ما اقول ليه وجه السبب ليه وعملت ايه. فخلاص الكلام ان الستيب دي لازم إن انت تتعود انك تعملها عشان انت كده كده هتكتبها في البروف. اما لو جيت لك المساله كومبليت او تشوز مفيش اي مشكله، استخدم بقى ذكائك وتطلع. في ناس بتعملها بطريقه ثانيه. ازاي؟ يوم قايل لك هنا مثلا انا عندي هنا ان الميديان كله على بعضه عباره عن الاي ام والام دي، اه والاي دي كمان. تاني كده الاي ام والام دي والاي دي كلها على بعضها، فانا بعمل كده اي ام. بعمل كده ليه؟ الاي ام 2 ام دي 2 الميديان كله على بعضه اي دي. واكتب الريشيو بقى، ده الاي ام ديت اللي هي درون فروم الفيرتكس ب 2، والام دي اللي هي ب 1، والاي دي اللي هي الريشيو كلها على بعضها بتكون بكام؟ ب 3، اللي هي ال 1 بلس 2 ايكوالز 3. اللي هو الشغل بتاع سنه سته ده. وتشوف بقى هو جايب لك هنا مين؟ جايب لك اللينس بتاعت الاي دي اللي هي ب 6 سنتيمتر، يبقى تتحط تحت الاي دي، لان هو قال لي اللينس بتاعت الاي دي 6 سنتيمتر. عايز بقى الام دي مثلا يعني؟ اه، اقول له 6 ديفايد 3 واللي يطلع تايمز ال 1. 6 ديفايد 3 ايكوالز 2، 2 باي 1. طب انا عايز اللينس بتاعت الاي ام 6 ديفايد 3 ديفايد واللي يطلع ملتبلاي 2. ديت ممكن تكتبها على فكره في البروف. فانا بعلمك انك تكتب ستيب في البروف، مش لقيت نفسك اتلخبطت ولا كان قلت لك حاجه، خليك مشغل على طريقه واحده بس. انا بقول لك يعني ايه، ان في حلول تانية وحلول اكتر كمان. يبقى دي تاني ولا بلاش؟ يلا بلاش مش مشكله. طب هنا بيقول لي انجل ال ام ان ميجر انجل ال ب 30 ديجري، والميجر انجل ان 6 ديجري، والام ان 4 سنتيمتر، زين ال ال ان كام سنتيمتر؟ انا عايز اللينس بتاعتها. هو المفروض هنا ان تراينجل ال ام ان، ان تراينجل ال ام ان اهوت ميجر انجل، في ميجر انجل ال ب 30، ميجر انجل ان 60، والام ان 4 سنتيمتر، فانا عايز اللينس بتاعت ال ال ان. المساله ديت تبين الطالب اللي دماغه شغاله والطالب العادي. الطالب العادي يقوم قايل لك ايه؟ اه تراينجل ال ام ان ماشي، ال ام ان اهوت انجل هنا ب 30، بيقول لك ال ال هنا ب 30 ماشي، والميجر انجل ان 60 ماشي، وانا عايز الام الام هنا 4 سنتيمتر. ده هو مش شغال على كده، فعايز اللينس بتاع ال ان. انت بتعمل ايه يا حبيبي؟ انت بتعمل ايه؟ ده اسمه لعب كده بقى. ليه؟ لان انت طبيعي، ما انت برضه لازم تكون دماغك شغاله مش بتنام. انت عندك هنا انجل 30 وانجل 60، يبقى الثيرد انجل هتطلع ب 90. ما اعرف منين؟ إيه؟ لا يبقى انت حافظ مش فاهم جيومتري. يبقى انت حافظ مش فاهم جيومتري. انت بديك اسئله شبه اللي موجوده في الكتاب وخلاص، وبتقلد انت وبتحل. يبقى الثيرد انجل هتطلع بكام؟ ب 90 ديجري. يبقى ده هيكون رايت انجل تراينجل. رايت انجل تراينجل. عرفت انا كده خلاص. ال، طب مين بقى الرايت انجل؟ احنا قال لي هنا ان ال ب 30، هنحط هنا ال مثلا ب 30، وقال لي هنا ان الان ب 60، يبقى ال ان لسه هنا الام تطلع بكام؟ ب 90 ديجري. فرقت يعني يا مستر؟ اه طبعا يا ابني فرقت. انت بتتكلم في ايه؟ قال لك الام ان دي 4 سنتيمتر. ما احنا لسه قايلين من شويه لما يكون عندك هنا انجل ب 30 فالاوبوزيت سايد هيكون ايكوالز لهاف الهايبوتنس. الاوبوزيت سايد هيكون ايكوالز لهاف الهايبوتنس، يعني هايبوتنس هيكون ايكوالز الدبل، هيكون ايكوالز 8 سنتيمتر. هنا 8 سنتيمتر، يبقى ال ان اللي هو طالبها ب 8 سنتيمتر.
الموضوع بالنسبة لك ممكن يبان لك سهل يعني عادي، بس لو جت في امتحان صدقني في ناس كتير جدا مش هتعرف تحلها. طيب بقول لك هنا an isosceles triangle one of its base angles has measured 50 degree. يعني انا عندي هنا isosceles triangle اهوت، البيس انجل هنا بيكون 50 degree. Then the measure of the vertex angle، انا عايز الميجر بتاعت الفيرتكس اللي هي ديت. مساله سهله، المساله ديت بيقول لك هنا البيس انجل هنا ب 50 يبقى الاوبوزيت دي برضه هتكون ب 50، فانا عايز الفيرتكس هنقول 50 بلس 50 ونعمل سبتراكت فور 180، ديت هتطلع بكام؟ 80 ديجري. 50 بلس ال 50 100 ونعملها سبتراكت من 180 هيطلع لك بكام؟ 80 ديجري. 80 ديجري. السؤال ده حلو، ده السؤال ده ايه ده؟ تراكمي. ايه؟ تراكمي. وجي في الامتحان؟ اه جه في الامتحان. In the opposite figure A B C D is a program، انا عايز الفاليو بتاعت الاكس. فكره المساله ايه هنا؟ احنا قلنا قبل كده رول، هو ده سؤال اصلا تراكمي. رول ان H2 consecutive angle، يعني ايه consecutive angle؟ consecutive angles يعني تو انجل جايين ورا بعض، السم بتاعتهم بيكون ايكوالز 180 ديجري. السم بتاعتهم بيكون ايكوالز 180 ديجري. اي تو انجل جايين ورا بعض، اي تو انجل كونسيكوتيف انجل 180. طب دي باكس ودي ب 3 اكس، هو عايز الفاليو بتاعت الاكس، يبقى نجيب السم بتاعتهم 1 اكس بلس 3 اكس، 1 اكس بلس 3 اكس، ال 1 طبعا ما بتكتبش، ونساويها بال 180 فيطلع لك 4 اكس ايكوالز 180. طب نعمل هنا ديفايد ال 4 وهنا ديفايد ال 4، هنكنسل ونكنسل، فالاكس هنا تكون ايكوالز ايه؟ اقول 180 ديفايد ال 4 هيطلع لك في الاخر بكام يا معلم؟ 45 ديجري. يبقى الفاليو بتاعت الاكس هنا طلع لك بكام؟ 45 ديجري. يبقى انا عندي هنا رول بتقول لك ان الكونسيكوتيف انجل اتش 2 او اني 2 كونسيكوتيف انجلز بيكون ايكوالز 180، فعملنا 180 ديفايد الايه؟ ال 4. وخلي بالك ان ده كله على بعضه كواداترال بشكل رباعي، اللي هو السم اوف انتيريور انجلز كلها على بعضها ب 360، يعني كل الانجلز دي بايه؟ ب 360. The medians of triangle intersect at not point، فهنا اقول له مثلا ايه؟ 1 point. The median of the triangle intersect at 1 point. Triangle ABC دي برضه triangle برضه نفس الكلام اهيت A B C، قال هنا ان ال A B equals ال A C، measure angle C ب 70، فانا عايز measure angle A، ما خلاص بقى دي ب 70 دي برضه هتبقى ب 70 وانا عايز measure angle A، هيبقى 70 plus 70 140 ونعملها subtract from 180 هيطلع لك في الاخر بكام؟ 40 degree. A B C is a right angle triangle at a P. at a P هنا ال A وهنا ال C، وبيقول لنا ان الاي بي ايكوالز الاي سي. الاي بي على فكره في غلطه هنا، لان المفروض هنا الاي بي وهنا البي سي، عشان هو قال لي هنا ذا رايت انجل ترانجل اتا بي. اتا بي يبقى هيكون الايسوسرس هنا هيكون الاي بي مع البي سي، دول ايسوسرس، فانا عايز هنا ميجر انجل سي اللي هو ده. ما هو ده ما دام ايسوسرس ميجر انجل سي ايكوالز ميجر انجل اي، يعني 180 ماينس الانجل بي اللي هي ب 90 ديت هتطلع لك ب 90. ال 90 ديت نعملها ديفايد 2 التو انجل دولت، هيبقى كل انجل منهم بكام؟ 45 ديجري، فالانسر هنا هيطلع لك 45 ديجري. The intersection point of the medians of triangle divides its median in the ratio 2 to what؟ from the base. احنا عندنا طبعا اللي هو from the base بقول له هنا 1 to 2. 1 to 2 يعني اللي هنا هيكون الدبل بتاع ده، يعني 2 الدبل بتاعت ال 1، فعايزين نمبر يكون الدبل بتاعت ال 2، فهيكون هنا مين؟ ال 4. ما بتعرفش تعمل الكلام ده ممكن تعمل ايه؟ كروس 2 by 2 4 over ال 1، يبقى دي هنا هتكون ايه؟ ال 4. AD is a median in the triangle ABC اهوت. والام از انترسكشن بوينت اوف ذا ميديانز، فانا عايز الريتش هنا بيقول لي هنا الاي ام وهنا بيقول لي الاي دي. هنا الريتش هنعمل بور الاي ام، نمسك كده الهايلايتر بتاعنا كده، الهايلايتر الاي ام فين اهوت،
ده drawn from a vertex هيكون هنا الريشو بتاعته بيكون equals 2 لانه دبل. وقال لي هنا ان الاي دي اللي هو كل الريشو دي على بعضها اللي هو مين الميديان كله على بعضه اللي هو الريشو بتاعته بيكون بكام 3 هيكون 2 over 3 عشان لو حد قال مثلا 3 over 2 غلط هيكون 2 over 3. The base angle of the isosceles triangle are congruent. The base angle of isosceles triangle طبعا احنا عارفين النظريه ديت هتكون ايه congruent. AD is a median in the triangle ABC. ABC وال AD هتكون median. وقال هنا ان ال AD equals half ال BC. ال AD ال AD equals half ال BC. انا مش عايز اعدل دلوقتي بس ما دام قال لي الاي دي ايكوالز الهاف البي سي يبقى كده الرسمه اتغيرت لانه ده الميديان. لما يكون هنا ان الاي دي بيقول لك هنا زي الاي دي زي ميديان كده بقى هيكون هنا الاي وهيكون هنا الدي وهنا البي وهنا السي. لما يقول الاي دي ايكوالز الهاف البي سي فميجر انجل اي دي هتطلع بكام؟ هتبقى رايت انجل هنا في question number 25 سيبك من النمبر اللي فوق ده لانه مش كامل. in the opposite figure انا عايز الفاليو بتاعت الواي انا عايز الفاليو هنا بتاعت الواي. هنا المساله مهمه جدا هو انا عايز الفاليو بتاعت الواي. طب احنا عندنا طبعا ده isosceles triangle جايب لك الانجل A40 وجايب لك والسي طبعا هتكون ايكوال للبي. احنا ممكن نحلها بكذا طريقه برضو بس ممكن ناخد السهل الممتنع. ازاي؟ هقول هنا 180 ماينس ال 40 اللي هي ديت هيطلع لك 140 ديت يعتبر الانجل سي وانجل بي فبنعمل ديفايد 2. انا عايز اطلع ميجر انجل بي لوحدها هتطلع بكام؟ 70. يبقى انا كده عرفت ان ميجر انجل بي لوحدها ب 70. طب الواي دي بكام؟ ما خلاص بقى هناخدها واي بلس 10 ديت واساويها بالايه؟ بال 70 ونودي هنا ال 10 دي الناحيه الثانيه تروح بالايه؟ بالماينس. y equals 70 minus 10 يعني تطلع في الاخر بكام؟ 60 ديجري. يبقى الميجر انجل قبل الفاليو بتاعت الواي تطلع بكام؟ 60 ديجري. طيب السؤال ده برضو اللي جاي ده برضو حلو في فكره. بيقول لك تراينجل اي بي سي ميجر انجل بي بلس ميجر انجل سي ايكوالز دبل ميجر انجل اي. فميجر انجل اي بكام؟ ميجر انجل اي بكام؟ عايز اعرف الديجري بتاعته بكام؟ انت ممكن تجيبها بالمنتل يعني انت ممكن تجيبها بالمنتل انت عارف كده كده اصلا الترينجل كله على بعضه الانجلز بتاعته 180 تمام. فانا بقول لك البي بلس السي ايكوالز دبل ميجر انجل اي. فانا ممكن اقولها لك بطريقه ثانيه. ازاي؟ يعني اقول لك بار وباي بس بلاش يعني اقول لك هنا ان ميجر انجل بي بلس الميجر انجل سي دولت مع بعض نفرضها كانها ب 2n يعني اقول له ميجر انجل بي بلس ميجر انجل سي هتكون ايكوالز 2 ام مثلا وميجر انجل اي هيبقى ب 1 ام لان انجل واحده. فنجيب البلس دولت السم بتاعتهم متساوي بال 180 يعني اقول له 180 والسم بتاع دولت 2 بلس 1 يطلع لك ب 3 ام ونعمل ديفايد 3 هنا ونعمل ديفايد 3 هنا كنسل دي مع دي فالام يطلع لك بكام؟ 60 ديجري. بس انت ممكن تتغاضى عن كل ده وتعملها بايه؟ بالمنتل. انت تعملها بالمنتل بس هي دي الفكره. فالانسر هنا يطلع لك بكام؟ 60 ديجري. نبدا ندخل بقى في مسائل بروف وابدا بقى ارجعك وافكرك بالحاجات اللي احنا كنا بنقولها والاستراكشنز اللي احنا كنا بنقولها لما تيجي تحل بروف. في الميديانز بالذات في كلام في الاول لازم تكتبه. ما ينفعش ان لما تيجي تحل بروف تقوم بسم الله على طول كده تقوم داخل وتقول له هنا ان ده بكام سنتيمتر وده بسنتيمتر. لازم الاول تثبت ان في ميديانز. وانت لما تكون تايه لما تحس انك تايه ممكن تستخدم الايه؟ الجيفن هتساعدك. احنا قلنا قبل كده لما يجي يقول لك الدي زي ميد بوينت في الاي بي هنستفاد ايه؟ يبقى لازم يكون في ميديان. اقول له سينس الدي از ذا ميد بوينت اوف الاي بي يبقى زين الدي ميد بوينت يبقى اللي طالع منها ده هيكون ميديان. سي دي از ا ميديان. طيب هنا بيقول لك برضو الاي ذا ميد بوينت اوف الاي سي اكتبها زي ما هي. اقول له سينس الاي از
the midpoint of ال AC. ال A is a midpoint of ال AC. يبقى نستفاد ايه؟ يبقى ال BE برضو هتكون ميديان. ال BE is a median. طيب هنا بيقول لك ايه؟ ان ال BE intersected DC at the point ال M. شوف احنا بناخد الجملة وبنستفاد بيها. قالوا since ال BE intersect DC at the point ال M. قالوا كده زين ال M is the intersection point of the medians. بس دي اسمها الدباجة، لازم تكتبها في أي مسألة، في أي مسألة تبع الميديانز. يعني أنت لسه ما حلناش حاجة خالص، لسه إحنا لسه ما حلناش حاجة. طب هنا بيقول لك بقى إن ده ب 4 وده ب 3 ماشي، وقال لك كمان إن البي إي ديت، ركز هنا، قال لك البي إي ب 6، يعني اللينس بتاعت البي إي ده بيطلع لك بكام؟ 6 سنتيمتر. هو عايز البرميتر أوف ذا ترينجل سي إم بي، يعني انت يعني احنا هنطلع اللينس بتاعت مين؟ كل سايد فيهم. ناخد السي ام. السي ام ده طبعا درون فروم الفيرتكس، يبقى الريشيو بتاعته هيكون ايكوالز دبل الام دي، او ممكن نقول ان الام دي ايكوالز الهاف الام سي. هنكمل بس كده او نكمل تحت نصغر شويه. قالوا نسنس ان الام دي ايكوالز الهاف السي ام، يعني اقوله كده زين ان السي ام هتطلع بكام؟ 6 سنتيمتر. 6 سنتيمتر. طب عايزين نجيب الريشيو بتاعت مين؟ الام بي، او اللينس بتاعت الام بي. الام بي هنعمل هنا بور وباي وايكوال. الام بي درون فروم الفيرتكس، ما ده الفيرتكس، الريشيو بتاعته بيكون 2 تمام. وبعد كده جايب لي اللينس اللي هو ب 6 سنتيمتر، حتى بعد الملتبلاي زي ما قلنا قبل كده. وال 6 ده يعتبر اللينس بتاعت مين؟ كل الميديان ده اللي الريشيو بتاعته بيكون بكام؟ ب 3 بتتحط هنا. هيبقى 6 ديفايد 3 ايكوال ديفايد 3 ايكوال 2، 2 باي 2 ايكوال 4 سنتيمتر. يبقى احنا طلعنا اللينس بتاعت الام دي ب 4 سنتيمتر. لسه عايزين نجيب اللينس بتاعت السي بي. فاكر كنا بنقولها ازاي؟ انا عايز اجيب اللينس بتاعت السي بي. ما تقوليش بقى ان طبعا انت عارف ان بتكون ايكوالز الهاف الاوبزيت سايد ده. يعني ده 4 هنا برضه هتطلع بكام؟ ب 8 الدبل بتاعتها. ليه؟ اشمعنى؟ ما تكتبش السبب، ما تكتبش الانسر على طول. كل اللي انت هتقوله اقوله سنس ان الدي ميد بوينت في الاي بي والاي ميد بوينت في الاي سي، زين الاي دي هتكون ايكوالز الهاف السي بي. يبقى تاني كده اقوله هنا سنس الدي ميد بوينت في الاي بي والاي ميد بوينت في الاي سي، زين الاي دي ايكوالز الهاف مين؟ السي بي. لازم تكتب الكلام ده، يعني هتكتب له كل السطر ده تاني. اقول له كده زين ال AD equals the half ال CB، يعني ال CB الدبل. يبقى ال CB بكام؟ 8 سنتيمتر. عشان كده اقول له كده زين the perimeter of the triangle MPC equals 6 plus ال 4 plus ال 8، هيطلع لك 18 سنتيمتر. عود نفسك وانت بتحل، وانت بتحل مسألة البروف تخيل ان انت بتشرح، ومش بتشرح لاي حد، لا انت بتشرح لواحد مثلا ممكن نقول مثلا مخه ضعيف شويه، غبي شويه، فانت بتقول له بالتفصيل، بتحاول انك بتقول له بالتفصيل، ومش لازم ان البروف في جمل معينه بتتقال. يعني دي مساله زي اللي فاتت، بس الفرق على فكره انا افتكر ان المساله ديت كانت جت من كام سنه كده، طلبه كتير ما فيش تحلها. ليه؟ لان هو متعود على مسائل معينه بشكل معين اللي موجوده مثلا في كتاب المعاصر زي دي كده مثلا. هو متعود، ما هو مبرمج دماغه على كده. كل اللي عمله هنا ايه؟ يعني هو عمل ايه هنا؟ جاب المساله بعد ما كانت مثلا ما كانش شكلها كده؟ ام ايه؟ من هنا كده. بس يعني هو ده اللي عمله في المساله. لا في ناس كتير اشتكت ومساله مره نشوفها وشكل غريب والكلام من ده. طب يا سيدي فكر شويه واعمل مسالتك كده. يعني اقلب الورقه بتاعتك كده. الموضوع مش صعب يعني، صدقني الموضوع مش صعب. فالمساله دي شبه المساله اللي فاتت بالظبط كده، بدا لك وقال لك هنا الام از انترسكشن اوف ذا ميديان اوف ذا ترانجل اي بي سي. فبرضه نفس الدباجه هنقول نفس الكلام. هو عايز ايه بقى؟ هو عايز البريمتر اوف ذا ترانجل ام اي سي. ام اي سي
يبقى انت نفس المسألة اللي فاتت هتجيب اللينس بتاعت الام اي والام سي والاي سي. هنقولها كده ايه شفوي. شوف انا هقول ايه. سنس اول حاجه هنا ان الواي ميد بوينت في السي بي زين الاي واي ذا ميديان. سنس ان الاكس ميد بوينت في الاي بي زين الاكس سي او السي اكس ذا ميديان. كل ده ميديان لسه بقى البوينت. واقول له سنس ان الام از انترسكشن بوينت اوف ذا ميديان. مش لازم بقى اكتب له واقول له انترسكشن، هو جايبها لي وش كده قالها لي. كل ده اتكتب طلع بقى. طبعا ده ب 3 وطبعا ده ب 5 وقال لي ان السي اكس ب 12. فين السي اكس؟ السي اكس اهي برضه طلع لك ب 12. هنجيب اللينس بتاعت مين؟ الاي ام. دراون فروم الفيرتكس وجاب الام واي ب 3 سنتيمتر. اقول له سنس ان الام واي هتكون ايكوالز الهاف الاي ام. الحته الصغيره دي بتكون ايكوالز الهاف الحته الكبيره دي ودي ب 3 سنتيمتر. واقول له هنا ان الام واي ب 3 سنتيمتر يبقى زان الاي ام ايكوالز 6 سنتيمتر. مستر اتفضل، هو ينفع اقول ان الاي ام ايكوالز الدبل ام واي؟ اه طبعا، طول ما انت فاهم ينفع، طول ما انت فاهم وبتكتب كلام صح ما فيش ايه المشكله. طيب ندخل بقى على اللينس بتاعت مين؟ الام سي. هو جايب لك اللينس بتاعت السي اكس الميديان كله على بعضه ب 12. يبقى انا اقول الام سي ايكوالز باور وباي وايكوال. عايز السي ام اللي هي درون فروم الفيرتكس يبقى الريشيو بتاعتها ب 2 وجايب لك هنا 12 بتتحط بعد المالتي بلاي. وال 12 ديت اللينس بتاعت الميديان كله على بعضه للريشيو بتاعته ب 3. 12 ديفايد 3 ايكوالز 4، 2 باي 4 هتكون ايكوالز 8 سنتيمتر. هنا 8 سنتيمتر. وزي ما قلنا ديت هتكون ب 6 سنتيمتر. طب عايزين اللينس بتاعت الاي سي. هتقول لي بس يا مستر دي 5 فدي هتكون ب 10. ازاي؟ لا هي كده. مفيش حاجه اسمها هي كده. برضه هقول له نفس الكلام. سنس ان الاكس ميد بوينت في الاي بي والواي برضه ميد بوينت في السي بي، فالاكس واي هتكون ايكوالز الهاف الاي سي. الاكس واي هتكون ايكوالز الهاف الاي سي، او ممكن تتقال ان الاي سي ايكوالز دبل اكس واي. هتكون ب 10 سنتيمتر. في ناس برضه بتقوم عاملين ايه بقى؟ يقول لك دي 5 فالاي سي ده هيطلع لك ب 2.5. يا راجل حرام عليك، ده انت حتى لو بصيت هتلاقي الحته دي مش زي الحته دي خالص، دي اكبر منها 10 سنتيمتر. يبقى انا اقول له في الاخر زين بريميتر اوف ذا ترانجل ام اي سي 8 بلس 6 بلس 10 هيطلع لك في الاخر ب 24 سنتيمتر. ندخل على السنه اللي بعديه. بيقول لك هنا اثبت لي ان الاي بي ايكوالز دي اي. احنا قلنا قبل كده انت بتشتغل في ترينجل ده وترينجل التاني ده، وكنت معودك انت على طريقه كده اللي هي الايه ال1 وال2 وفروم 1 اند 2 هتساعدك كتير. طيب تعالى كده نستخدم الجيفن. لو انت برضو ايه ناسي كل ده يتكتب. سينس ميجر انجل اي بي سي ايكوال ميجر انجل اي دي سي ايكوالز 90 ديجري. اكتبها في البروف. ميجر انجل اي سي بي ايكوال 30 ديجري. دي برضو بعد اقعد بقى لما يكون عندك هنا انجل ب 30 هنستفاد ايه؟ هنستفاد ايه؟ لما يكون عندي انجل ب 30 فالاي بي اللي هو الاوبوزيت سايد ده هيكون ايكوالز الهاف الهايبوتنس ده. قال له كده زين الاي بي ايكوالز هاف الاي سي ونكتب قصادها ايه؟ نمبر 1. طيب جه قال لك هنا ان الاي ذا ميد بوينت في الاي سي. الاي ذا ميد بوينت في الاي سي هنستفاد ايه؟ ما اعرفش. ما احنا قلنا ما دام في ميد بوينت يبقى في ميديان. يبقى الدي اي ذا ميديان. الدي اي ذا ميديان. يعني الدي اي ايكوالز الهاف الاي سي. يبقى زين الدي اي ايكوالز الهاف الاي سي بنكتب قصادها نمبر 2. يبقى الدي اي ايكوال هاف الاي سي ميديان. واقول له بعد كده فروم 1 اند 2 نشيل متشابه. بينك وبين نفسك ما ينفعش تعمل كده في الامتحان. الهاف الاي سي والهاف الاي سي نشيلهم. هيبقى عند الاي بي اقول له كده زين الاي بي ايكوالز الدي اي. الاي بي ايكوالز مين؟ الدي اي اللي هو كان طالبه وبس. يبقى انا مشيت مع الجيفن دي برضو زيها. قال لك ان عندي هنا الانجل دي ب 90 والدي ذا ميد بوينت والاي ذا ميد بوينت، وقال لك هنا برضو الام ميد بوينت وفي الاكس زاد. طب تعالى كده نشوف برضو نمشي مع الجيفن. يلا نمشي مع الجيفن. ميجر انجل اكس واي زد اكس واي زد ب 90 ديجري ماشي. الدي ذا ميد بوينت في الاكس ال اللي قصده على ديت كمل. الاي ذا ميد بوينت في الزد ال اقف بقى. يعني كل ده يتكتب، مش معنى كده ان انت مش هتكتبه. كل ده يتكتب في البروف. طب هنستفاد ايه لما تكون دي ميد بوينت والاي برضو ميد بوينت؟ هنستفاد ايه؟ فهنا اقول له هنا استفاد ايه؟ هنا هيكون عندي هنا الاي دي هتكون ايكوالز الهاف مين؟ الاكس زد. فانا اقول له كده زين
الاي دي ايكوالز هاف الاكس زد، ونكتب قصادها ايه نمبر 1. طب هنا بيقول لك الام ذا بوينت اوف الاكس زد، يبقى الواي ام ذا ميديان، يعني الواي ام ايكوالز هاف مين الاكس زد. ونكتب قصادها نمبر 2 واقول له كده فروم 1 اند 2، يبقى زين شيل المتشابه، مين بقى الهاف مع الهاف والاكس زد مع الاكس زد، هيكون الاي دي ايكوالز الواي ام اللي هي 3 دي. وخلاص سهله سهله وبسيطه ومباشره ودرجتها مضمونه كمان. طب يا ريت تيجي في الامتحان، امتحان نص السنه، اهم حاجه عندنا امتحان نص السنه. نيجي بقى المساله ديت، مساله دي مهمه جدا جدا جدا، ولو جبت لاحظت هتلاقيها نازله في كل الامتحانات ونازله في كل الريفيجنز، مفيش مدرس الا ما بيجيبها لانها مهمه جدا. وزي ما عودتك برضو هنمشي مع الجيفن حاجه بحاجه، وهتلاقي المساله فكت من نفسها، بس خلي بالك ان انت عندك هنا رايت انجل فوق ورايت انجل تحت. تعالى كده نمشي مع الجيفن، ميجر انجل بي اي سي ايكوال ميجر انجل سي بي اي ايكوال 90 ديجري، تمام. ميجر انجل بي اي سي ايكوال 30 ديجري، اقف بقى. يعني بيقول لك الميجر انجل دي ب 30 ديجري، يعني بيقول لك الانجل دي ايكوال 30 ديجري، يبقى لازم يكون ايه اللي هتستفاده؟ ان الاوبوزيت سايد ايكوال هاف الهايبوتنوس. واقول لك على اخطاء 90% من الطلبه ايه؟ يوم قايل ان الاوبوزيت سايد الاف بي. يا ابني احنا بنتكلم في رايت انجل ترينجل، انت جايب لي كده اوبتيوس انجل ترينجل، انت جايب لي كده اوبتيوس انجل ترينجل. احنا قلنا هنا في رايت انجل ترينجل هو ده، بص ده وده وده، انت بتجيب من دولت، ما بتروحش تجيب لي من اي سايد تاني. الانجل ب 30 اهيت، الاوبوزيت سايد اللي هو السي بي، يبقى انا اقول له كده زين السي بي ايكوالز الهاف الهايبوتنس. ما بيعرفش برضه يطلع الهايبوتنس، بتلاقي اوبوزيت الرايت انجل. انت لما بتقول له كده برضه بيتضايق، يعني ايه؟ لان انت كده بهرتني، ده انت كده عقدت لي اكتر. الرايت انجل مش عارف الرايت انجل، الاوبوزيت له اللي هو السي اي السي اي. ونكتب اسئله نمبر 1. طيب هنا قال لي ان الدي والاف ار ذا ميد بوينتس اوف البي سي والسي اي ريسبكتيفلي، وطبعا هو عايز اللينس بتاعت البي اف. طب خلينا ريسبكتيفلي على فكره يعني على الترتيب، يعني الدي ميد بوينت في البي سي، ده اللي هو قصده يعني. فانا اقول له ان سنس ان الدي ميد بوينت في البي سي، فين بقى الدي؟ اهي ميد بوينت في البي سي اهي. نستفاد ايه؟ الدي ميد بوينت في البي سي، يبقى الاي دي از ايه؟ ميديان. يعني الاي دي ايكوالز هاف مين البي سي السي بي. ونكتب قصادها نمبر 2. طب هنا بيقول لك ان الاف برضه ميد بوينت في السي اي، فين الاف؟ اهي ميد بوينت في السي اي، يبقى البي اف از ميديان، يعني البي اف ايكوالز هاف مين السي اي، يبقى البي اف ايكوالز هاف السي اي. ونكتب قصادها برضه نمبر 3. تعالى بقى نشيل متشابه كده، اقول له فروم 1 اند 2 اند 3. تعالى نشيل كده المتشابه، مين المتشابه؟ تعالى كده السي بي تروح مع السي بي، والهاف مع الهاف، تمام. وعندي ايه كمان؟ وعندي كمان السي اي مع السي اي، السي اي برضو مع مين؟ مع السي اي. اتفضل لي ايه؟ البي اف ايكوالز الهاف الاي دي. يبقى زين اللي اتبقى عندي البي اف، اشمعنى اخترت البي اف في الاول؟ عشان هو عايزها ايكوالز الهاف الاي دي. يبقى البي اف، لا ده العكس، نجيب من فوق بالترتيب، نجيب من فوق بالترتيب اللي هو ده، لان احنا رتبنا الخطوات على حسب الجيفن، فالمفروض ناخد بالترتيب. يبقى انا اقول له الاي دي هتكون ايكوالز هاف البي اف، الاي دي ايكوالز الهاف البي اف، الاي دي ب 3 والبي اف هتكون بقى الدبل بقى، يبقى البي اف هتكون الدبل، هتكون ب 6 سنتيمتر. عشان كده اقول له كده زين البي اف هتكون ايكوالز 6 سنتيمتر. عايز تقول قبلها ان الاي دي ايكوالز 3 سنتيمتر زين البي اف ايكوال 6 سنتيمتر؟ بالظبط برضه، يبقى تكون ايكوالز الايه؟ 6 سنتيمتر. يبقى البي اف ده هيكون ايكوال 6 سنتيمتر. بس المساله ديت برضه نفس الكلام، بتيجي في الامتحان كتير برضه. الاي دي بي از رايت انجل ترانجل اتا دي، والاي سي بي از رايت انجل ترانجل اتا سي، والاي ذا ميد بوينت في الاي بي. اثبت لي هنا ان ترانجل سي اي دي هيكون ايسوسيلس. قلت لك قبل كده ان دي عباره عن مسالتين،
دي عبارة عن مسألتين اهوت، ده كده وده كده وده كده، ده الترينجل الاولاني وده رايت انجل ترينجل. وعندك فيه هنا منه ان السي اي الاي زي ميد بوينت في الاي بي، فالسي اي هتكون ميديان. يبقى انا اقوله هنا ايه في البدايه كده، اي دي بي هو بدا بالترينجل ده، احنا ممكن نبتدي بالترينجل ده عادي يعني. اي سي بي از رايت انجل ترينجل ات سي، احنا بدانا بده عادي. والاي زي ميد بوينت في الاي بي كل ده يتكتب، نستفاد ايه؟ يبقى ما دام في ميد بوينت يبقى لازم يكون في ميديان، لازم يكون في ميديان. يبقى السي اي از ميديان، زين السي اي از ا ميديان، يبقى زين السي اي ايكوالز هاف الاي بي، نكتب قصادها نمبر 1. نفس الكلام بالظبط في الترينجل اللي هو مين الاحمر ده، اي دي بي، اقول له برضه نفس الكلام، اقول له سينس الاي دي بي از رايت انجل ترينجل اتا دي، وبرضه نفس الكلام، والاي ذا ميد بوينت في الاي بي، والاي اذا ميد بوينت في الاي بي هو نفس الترينجل اللي هو الاي دي بي، يبقى زين هنستفاد ايه؟ يبقى الدي اي اذا ميديا، يعني الدي اي هتكون ايكوالز الهاف الاي بي. نكتب اسره نمبر 2، يعني الدي اي هتكون ايكوالز الهاف مين؟ الاي بي. يبقى زين بقى فروم 1 اند 2 شيل المتشابه كده، الهاف الاي بي والهاف الاي بي، هاف الاي بي وهاف الاي بي شلناه، هيبقى الريميندر عندك هنا ايه؟ ان ده ايكوالز ده، يبقى السي اي ايكوالز الدي اي، السي اي ايكوالز مين؟ الدي اي. في من بقى في ترانجل سي اي دي، عشان كده اقوله كده زين ترانجل سي اي دي از ان ايسوسيلس ترانجل، ما احنا ثبتنا خلاص ان جوه الترانجل ده ان التو سايدز دولت هيكونوا ايه؟ ايكوال، التو سايدز دولت هيكونوا ايكوال، فعشان كده قلت له ان الترانجل ده هيكون ايه؟ ايسوسيلس ترانجل. تمام، نفس الكلام هنا برضو، قالوا هنا ميجر انجل واي ال اي ايكوالز 90 ديجري، ميجر انجل اي ايكوالز 30 ديجري، واي اي ايكوالز 10 سنتيمتر، ودي 90 ديجري، والال از ميد بوينت في الاكس زد. انا عايز اللينس بتاعت الاكس زد برضو نفس الكلام، هنمشي مع الجيفن، وخلي بالك ان انت عندك هنا تو ترينجل. طيب هنا بيقول لك في البدايه كده ميجر انجل واي ال اي ايكوالز 90 ديجري، ميجر انجل اي ب 30 ديجري، اقف بيقول لك الميجر انجل ب 30 ايكوالز، ميجر انجل اي ايكوال 30 ديجري، كل ده بيتكتب، يبقى زين الاوبزيت ساين اللي هو ال واي هيكون ايكوالز الهاف الهايبوتنس اللي هو الاي واي، يبقى ال واي هيكون ايكوالز الهاف الهايبوتنس اللي هو مين؟ الواي اي، اللي هو مين؟ الواي اي. نكتب اسره نمبر 1. طب هنا بيقول لي ان كمل كده، ان الميجر انجل اكس واي زد ايكوالز 90 ديجري، تمام امسح ده تاني كده، وقال لي هنا ان ال از ميد بوينت في الاكس زد، ال ميد بوينت في الاكس زد، يبقى هنستفاد ايه؟ ان الواي ال از ميديان في ترينجل زد واي اكس، يبقى الواي ال از ميديان، يبقى منها الواي ال هتكون ايكوالز الهاف الاكس زد، الواي ال ال واي هتكون ايكوالز الهاف الاكس زد، ونكتب قصادها ايه؟ نمبر 2. واقول له بعد كده فروم 1 اند 2، من 1 و 2 هنستفاد ايه؟ هنشيل المتشابه ده مع ده لان هما الاثنين شبه بعض، والهاف مع الهاف، يبقى الواي اي ايكوالز الاكس زد، يبقى زين الواي اي هتكون ايكوالز الاكس زد. طب الواي اي ايكوالز الاكس زد، الواي اللي هو ب 10 يبقى 10 سنتيمتر، يبقى يكون ايكوالز 10 سنتيمتر. مسألة سهلة، دي عبارة عن مسألتين، انت بتشتغل على اساس انك بتحل مسألتين، انت بتشتغل على اساس انك بتحل ايه؟ مسألتين، ده رايت انجل ترينجل وده برضه رايت انجل ترينجل. المسألة ديت، المسألة دي عشان مميزة برضه، مميزة قوي، بيقول لك هنا اثبت لي هنا ان ترينجل اي دي اي ده، ترينجل هو ده هيكون ايه؟ ايسوسيلس. وعشان تثبت هنا ان تو ترينجل او الترينجل ده هيكون ايسوسيلس، يبقى معلم لازم تثبت ان عندك هنا هيكون تو ساينز هيكونوا ايكوال. المساله دي هتتحل ازاي؟ مميزه في الحل بتاعها. ليه؟ لان علشان تطلع ريكوايرز لازم تثبت ان تو ترينجل دولت اللي هو ده
وده برضه هيكون الكونجرنت. وعشان تثبت ان هما يكونوا كونجرنت وعشان تثبت ان هما يكونوا كونجرنت لازم يكون معاك 3 كونديشنز. تعالى كده نشوف. اقوله كده ان تراينجل الاولاني A C E and triangle A B D. ايه اللي فيه؟ ايه اللي فيه؟ طلع لي بقى ثلاث حاجات. في البدايه ما تنساش انه قال لك الاي بي ايكوالز الاي سي. يعني لازم اقولها معلش نسيناها. اقول هنا سينس ان الاي بي ايكوالز الاي سي يبقى زين ميجر انجل سي ايكوالز ميجر انجل بي. ميجر انجل دي ايكوالز ميجر انجل دي. بعد كده اقول له بقى ان ذا تو تراينجل دولت اول حاجه اقول له ميجر انجل سي ايكوالز ميجر انجل بي. ايه كمان؟ هقول له ان الاي بي ايكوالز الاي سي. ايه كمان؟ هقول له ان الدي بي ايكوالز السي اي. نستفاد ايه؟ يبقى زين تراينجل اي سي اي كونجرنت تو تراينجل اي بي دي. هيكون ايه كده؟ هيكون كونجرنت. يعني ايه كونجرنت؟ يعني قد بعض في كل حاجه. يعني ايه كونجرنت؟ يعني قد بعض في كل حاجه. فمنها هستفاد ايه؟ هقول له الاي دي ايكوالز الاي اي. اقول له كده زين الاي دي ايكوالز الاي اي. ومنها هقول له ان تراينجل اي اي دي هيكون ايه؟ ايسوسيلس تراينجل. اقول له كده زين تراينجل اي دي اي از ان ايسوسيلس تراينجل. طب جه قال لك اثبت لي ان التو انجل بيسز انجل دولت ده وده هيكونوا كونجرنت. بس انت مش هتقول اي حاجه. انت هتكتبها زي ما هي. يعني انت لسه قايل دلوقتي اصلا ان التو ان الترينجل ده ايسوسيلس. اقول هنا سينس ان الاي اي ايكوالز الاي دي يبقى زين اكتبه زي ما هي. الميجر انجل اي اي دي كونجرنت تو انجل اي دي اي. بس مش هتعمل اي حاجه. بس كده. بس كده.